All I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نستكمل سلسلة ايش راح يصير لو، وفي مقطعنا لليوم راح يكون ايش راح يصير لو آرثر مورغان ألقى القبض على الولد اللي سرق شنطته. فتعالوا سويا نخش في المقطع. أولا، الولد اللي يسرق آرثر مورغان راح يظهر في المهمة الأولى من الشابتر الرابع، واسم المهمة ما هي Joys of Civilization. وهرجة المهمة بكل بساطة، اللي عليك انك تروح لمدينة ساندينيس وتزورها لأول مرة وتستكشفها. وفي هذه المهمة راح تبدأ في البحث والسؤال عن الشخص الإيطالي ورجل العصابات أنجيلو برونتي. طبعا راح تبدأ بحثك في الحانات والمحلات والشوارع وغيرها، لكن في أحد الحانات المعروفة راح تأخذ بعض المعلومات المهمة جدا عن أنجيلو برونتي. تعالوا نشوف سويا. Stick 'em up, cowboy. Yeah, real funny, Dutch. Oh, I thought so. So here we are in a strange land of papists and rapists. America's very own Gomorrah. This city's all of the same to me. So, how you get on? I've been asking around about Mr. Bronte. And from what I've heard, this establishment is our best lead, but I haven't had any joy in there so far. So, I should just give it a shot? I think so. Just keep it cool. You know me? I'll meet you back here anon. Now, how can I help? You look like a whiskey man. Sure. Dollar, please. For a whiskey? Oh, that's the real stuff. From Scotland. Okay. Here, have one for yourself. Well, thank you. So, mister, can I ask you a question? You ever hear of a fella by the name of Bronte? Who's asking? Me. I'm asking. No, leave it, friend. What do you mean, leave it? Look, I don't know what business you in, but leave it, friend. You and your pal that was in here before. Bronte? Angelo Bronte. Mr. Big. Mr. Italian spaghetti-eating long streaker piss big. He makes my skin crawl. I'm so sweet. Why, you cocksucker. You know what I mean, friend? Where can I find him? Oh, well, I reckon you talk to them kids in the alley, they'll know, I guess. زي ما شفتوا، هذا الشخص قال لنا اننا نبحث عن عيال الشوارع الموجودين في مدينة ساندينيس، هم راح يعلمونك بمكان أنجيلو برونتي وراح يعلمونك بهويته من الالف للياء. طبعا اللي عليك الان انك تبدأ في البحث عن هذولا العيال، وفعلا راح تحصلهم في هذا المكان، وهذا اللي راح يصير. Hey, you got a cigarette, mister? Maybe. Huh? I'm looking for a fellow named Angelo Bronte. Italian. I know him. Everyone knows him. Where is he? We'll take you to him. What it'll cost? I reckon I can pay. $5. Where does he live? New York? I'm an entrepreneur. If you don't want to pay, then I don't want to walk. Oh, man. I should buy bread. Here. Come on. This away. Let's go, mister. You coming, Cleet? زي ما شفتوا عندنا ولدين، الولد الأول نحيف ما نعرف اسمه، وعندنا الولد الثاني المتين واسمه كليت. الولد النحيف قال لنا انه راح ياخذنا في جولة استكشافية حول مدينة الساندينيس واهم معالمها، ولاحقا راح يودينا لمكان أنجيلو برونتي على حسب كلامه. وفي اثناء الرحلة الدب كليت راح يسرق شنطة آرثر مورغان اللي فيها كل اغراضك وفلوسك ومجوهراتك وغيرها، راح يسرقها
وراح يهرب وراح يركب هذه العربة زي ما تشوفون، واللي عليك يا آرثر مورغان إنك تطارده الآن. طبعا بعد العربة راح يطلع على هذا القطار المصغر زي ما تشوفون. طبعا استحالة ومستحيل إنك تلحق هذا القطار على رجولك، لذلك عشان تمسك هذا الولد الحرامي كل اللي عليك إنك تركب هذا الحصان البني الموجود في هذا المكان زي ما تشوفون. طبعا أول ما تركبه أدعس 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 إلين ما تلحق الولد وتقرب منه. لما تقرب منه بشكل كبير جدا آرثر مورغان راح يسوي التالي. I was just playing. Give me my things back. Get off me, mister. I'm a good boy. I wash. Give me my things. Here. Bronte? At home? Where? Big house on Flavian Street, opposite the park. Okay. Welcome to Saint-Denis, mister. It's quite a town. Get lost. زي ما شفتوا لقطة جدا جدا رهيبة صراحة. آرثر مورغان مسك الولد وكان يعني راح يعطيله هد يدمر له الجبهة، لكن بعدين كنسل وأخذ شنطته ومشي. صراحة لقطة سرية مولعة فعلا. طيب حلوين حلوين، الآن حنا شفنا سويا اللقطة السرية اللي فيها آرثر مورغان يمسك الولد وكانت لقطة حلوة. تعالوا نشوف اللقطة الثانية. طبعا هذه اللقطة آرثر مورغان فيها راح يلاحق الولد، راح يلاحقه يلاحقه يلاحقه، والولد يعني محترف يطلع فوق السطوح وينط من سطح إلى سطح، من حارة إلى حارة، من زقاق إلى زقاق، يعني راح يتعب آرثر مورغان بشكل كبير جدا. بل إنه هذا الولد سوى فخ من التفاح على آرثر مورغان. آرثر مورغان لما عبر من هذا الفخ على طول طاح زي ما تشوفون، يعني تعبوا تعب. طبعا في النهاية راح يوصل لهذا المكان. تعالوا نشوف سويا. What's the problem, friend? Give me my things, boy. What are you talking about, friend? I ain't your friend, but that kid is, and he robbed from me. Now give me back my stuff and take me to Angelo Bronte. Senor Bronte. That kid was gonna show me before he robbed me. Now, come on. You new in town, mister? Come on. Mr. Bronte's got a lot of friends, mister, but I ain't never seen you. We ain't friends. You don't like no one, mister. Mr. Bronte, he's got fine hair. He got a beautiful house, and I am proud to work for him. He got 50 men, mister. Why he gonna care a thing about you? I just want to speak with him. I'm sure you do, mister. You and them friends of yours been asking about him all over town. He been mighty disrespected. Bunch of muddy Yankees in town asking questions. Well, you and your friends should pay him a visit, mister. He's got a big house on Flavian Street opposite the park. Hey, yokel. Now, get out of here. أخسي آرثر مورغان، مجموعة من الأولاد العفاريت جننوك، بل إنهم قاعدين يهددونك، مفروض تدمرهم ها؟ المهم زي ما شفتوا الظاهر إنه أنجيلو برونتي معين هذولا العيال عنده عشان يكونون جواسيس له في المدينة، يعرفون إيش صاير في المدينة من أحداث وسرقات وغيرها، بعدها يجون يعلمون أنجيلو برونتي بالأحداث والأشياء اللي حدثت في المدينة، جواسيس درجة أولى. طبعا الآن اللي على آرثر مورغان إنه يرجع لدوتش، وهذا الحوار اللي دار بينهم. Where have you been? Getting robbed? Who by? Bunch of children. I won't inquire anymore. But I found Mr. Bronte. Seems to be some Italian Mr. Big in town. Everybody knows him, but nobody wants to talk about him. Apparently lives in a big house on Flavian Street opposite the park. Good work. So what now? We go pay him a visit. I'll get John. You meet us there. Whatever it takes, we need to get that boy back.
طيب بكذا يكون شفنا إيش رح يصير لو آرثر مورغان ألقى القبض على الولد اللي سرق شنطته، وأيضا شفنا إيش رح يصير لو آرثر ما قبض عليه. وصراحة اللقطتين كانت جدا جدا أسطورية، وخصوصا اللقطة اللي فيها آرثر مورغان يمسك الولد. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم آرثر مورغان يدمركم تدمير. ها يلا سلام عليكم.